حبيت اكل سكر اللي الناس خايفه منه بامكان اقدر اكل. ما تخافش من الاكل، الاكل نعمه من ربنا، وكل واستمتع، بس مش ما تكونش برضه بغل، ما تكونش بتفتح الدنيا وزي الجرافه ماشي زي. اهلا وسهلا فيكم بالقناه بحلقه جديده. هلا موضوع الدايت، هذا اكثر سؤال بنسال واكثر موضوع بنفتح مع الكلاينتس ومع كل الناس، واي حدا بيعرف انك انت مدرب بيجي بيسالك نفس السؤال. الدايت، شو احسن دايت؟ شو الدايت اللي امشي عليه؟ طب انا جربت هذا الدايت وما نحبت، طب انا عمالي بجرب دايت جديد ولسه مش ماشي معي، شو اعمل؟ وشو انواع الدايت؟ هلا اللي بدنا نفهمه الاشي الاساسي انه الدايت بشكل عام عندك هو عبارة عن اشي اسمه كالوري ديفيسيت، يعني احنا بننقص عدد السعرات الحرارية اللي باكلها خلال النهار. فاذا انت بني ادم عمالك بتاكل بالنهار مثلا 3000 سعرة حرارية، نزلتهم ل 2800 انت هون صرت في الكالوري ديفيسيت، نزلتهم ل 2400 انت بكالوري ديفيسيت. يعني احنا نزلنا عدد السعرات الحرارية اللي انا باكلها خلال النهار، وحاولنا عن طريق التمرين اني احرق عدد سعرات حرارية اكثر. فإحنا بالنهاية هذا أهم إشي بدكم تفهموه في أي دايت الواحد ممكن يعمله، بغض النظر شو الدايت. إذا أنت ماشي على بدك تنحف، بدك تغير شكل جسمك، حتى البودي كومبوزيشن إذا بدك تغير شكل جسمك بشكل عام هذا أهم إشي عندك. إذا أنت بدك ترفع وزنك، إذا أنت شخص نحيف وبدك ترفع وزنك، بدك تصير في إشي اسمه كالوري سيربلس اللي هو بدنا ناكل زيادة. هلأ الناس عندها موضوع إني آكل زيادة موضوع سهل، أنت إجيت لي ولا احلى من هيك، انا اللي مستعد اكل زياده. بس الناس اللي لما تيجي تحده من موضوع اني احد الاكل، هو انا بصير عنده المشكله. هلا الفكره بشكل عام وشو يعني، هاي بتنطبق على كل شيء في التمرين، لانه في رح نيجي لقدام للاسئله اللي الناس بتسال امتى اشرب البروتين وشو او قديش اخذ بروتين وكذا، وهاي الاشياء كلها الاوقات. طب اذا انا اكلت الساعه 9 بالليل، اذا اكلت الساعه 6 بالليل، كله بلف على نفس الموضوع، نفس المحور الواحد، القاعدة الأساسية واحدة اللي هي قديش عماله بدخل على جسمك وقديش عماله بطلع من جسمك. إذا اللي عماله بدخل على جسمك أكثر من اللي طلع من جسمك كعدد سعرات حرارية، عدد سعرات حرارية يعني إحنا بنحكي على الإنرجي، الطاقة المبذولة اللي ببذلها جسمك والطاقة اللي عمالك أنت بتاخدها من برا، إذا هاي أكبر من هاي معناها إذا أنا في البلس لسه عندي زيادة، إذا هاي أقل من هاي معناها أنا صرت في الماينس، معناها أنا التوتل تبعي خلال النهار خلال 24 ساعة، عندك النهار 24 ساعة، خلال 24 ساعة هدول قديش حرقت توتل؟ دخلت على جسمي 2500، حرقت 3500، التوتل تبعي ماينس 1000، إذا أنا حارق 1000 كالوري. إذا بدي أحرق مثلا كيلو ما يقارب 7000 كالوري لازم أكون طالع. ما مش حتحرق كيلو في اليوم، عشان هيك بالفيديو اللي قبله قلنا احنا رياليستيك انه الواحد يحرق له نص كيلو خلال الاسبوع لما يعمل كالوري ديفيسيت. هلا اذا بتزيد بترفع وقت تمرينك زياده شوي او بتزيد عدد ايام التمرين، هيك انت بتسرع. عشان هيك في ناس بتلاقيهم بصير بقول لك طب انا لما بدي انحف مستعد اتمرن مرتين خلال النهار، اذا هو معني وعنده وقت معين بده ينزل فيه وكثير شادد. مش دائما بننصح في هذا الموضوع، مش كل انواع التمرين بتنفع انه الواحد يتمرن مرتين خلال النهار، بس ما تاخدوهاش قاعدة يعني. بس الفكرة إذا زدت تمرينك، إذا أنت زدت الحرق، إذا زادت الأكتيفيتي تبعتك خلال النهار، هون مسيطر أنا على الأكل، إذا التوتل تبعي بالماينس. فالناس اللي بتيجي إنه والله أنا بدي أعمل كيتو، ولا أنا بدي أعمل زيرو كارب، ولا أنا بدي أعمل انترميت فاستنج، كل أفكار الدايت بشكل عام، يعني لما تعمل كيتو زيرو كارب أنت قللت الكربوهيدرات اللي عمالك تأخذها خلال النهار، معناها التوتال في الكالوريز تبعونك هذا أقل. إذا أنت عملت انترميت فاستنج معناها أنت رحت من بدل ما أنا عمالي باكل خلال 24 ساعة هدول حديت حالي لثمان ساعات، ما دام أني حديت حالي لثمان ساعات في هالثلاث وجبات معناها أنت كمية الأكل اللي عمالك تأكله كلها قلت. في حالات خاصة بتصير اللي هي بتكون ناس عندهم نوع من أنواع السنسيتيفيتي، عنده حساسية معينة، وهاي على فكرة نسبة كتير قليلة من الناس، مش كل واحد. يعني هلأ صار ترند وصارت موضة إنه أنا والله لاكتوز انتولرنت،
انا عندي حساسيه هذا الجلوتين، وانا عندي حساسيه من صار الواحد بطل عارف شو بده ياكل، وهذا عنده يعني بضل انك بس بدك تدوب ثلج وتاكله هذا بالصحن خلص. مش كل الناس عندها حساسيه، وكثير الناس قليل اللي عندها فعليا حساسيه من هذا الموضوع، اللي عنده حساسيه من الجلوتين، واللي بيكون على فكره عنده حساسيه مش معناها انه بس بيزيد وزنه شوي، لا بيكون عنده حساسيه بتعمل له مشاكل كثيره بجسمه، بيكون عنده اوجاع، بيكون عنده مغص، بيكون عنده انفلاميشن، بصير عنده التهابات، هذا كله من وراء نوع معين، زي اللي عندهم لاكتوز مثلا، يعني لاكتوز انتولرنس، اول ما يشرب حليب ولا ياكل شيء لبن ومنتجات الحليب بتلاقي النفخه اللي عنده صارت زي الحوامل، وهي صعبه وموجعه. فهذا اوكي ماشي، هذا لاكتوز انتولرنت لازم يروح ياخذ شيء معين، بس مش الموضوع صار موضه والناس ماشيه فيه انه والله ترند انا اني احكي لاكتوز انتولرنت، وترند زي تبعون شو اسمه هذول السكسس، هذول احلى ناس اللي كلهم ديسلكسيك، كلهم ديسلكسيك ما شاء الله، كفش واحد عمل فلوس بهالدنيا الا صار ديسلكسيك، يعني مش هيك برضو. انا ما كنتش اعرف اقرا، وانا كنت اقرا من ورا لقدام، يعني ما في واحد شفته هون هلا موضه، مبين الموضوع انه صار ترند، بطل هو فعليا هو مشكله عند الشخص، بس اعتبروا وشافوا كم من واحد مشي في الموضوع ومشيت معاهم، صاروا كلهم يحكوا نفس الحكي. ليه؟ لانها منيحه للقصه بشكل عام، لانه انا بقول لك اذا انت عندك ستوري تيلينج، اذا عندك قصه جاي انت من قصص، ما احنا كل واحد عنده قصه، انت عندك قصه وانا عندي قصه، هذا لما احكي لكم قصه حتقولوا اوه هذا يعني كان ماكل هوا في حياتنا، ما احنا كلنا اكلنا هوا في حياتنا، يعني مش شيء جديد. نرجع للموضوع، انا بشت كثير، نرجع للموضوع. اللي عنده حساسيه بيكون عامل فحوصات وبيكون فعليا عنده حساسيه من هذا الموضوع، هذا لازم يتجنب اكل معين. بس بشكل عام انت شو ما اكلت، انا مش من مؤيدين الناس اللي انها تعمل دايت كتير ستريكت، لانه مش سستينبل، يعني انت ما بتقدر تضلك ماشي على دايت خرافي طول حياتك. اللي انا بحاول نوصله مع المتدربين عندي ومع الاشخاص اللي بيسمعوني ومع الناس اللي بحب اعطيهم نصيحة، لما انت تحاول تمشي في دايت، امشي في اشي سستينبل ممكن تكمل عليه طول حياتك. يعني انا بدي انزل عدد السعرات الحرارية، طيب ماشي خلينا ناخذ الموضوع على فترة أطول شوي، بدل ما أنزل 10 كيلو هدول اللي أنا بدي إياهم إذا ما عندي إشي معين، إذا ما عندي عرس، إذا ما عندي يعني إشي خاص، أنزلهم بدل ما أنزلهم مثلا في 3 شهور خليني أنزلهم في 5 شهور، بس أضلني أكون أنا تعلمت دايت جديد. والدايت على فكرة، الفرق عن الدايت عن الرجيم إذا ما بتعرفوا هاي المعلومة، الدايت هو نظام غذائي، الرجيم هو اللي هو اللي احنا بالعاده بنحكي عنه دايت، اللي هو انك تحد حالك في الاكل وانك تمشي على نظام غذائي اللي هو كالوري ديفيسيت بالعاده. فالدايت كنظام غذائي، انت ممكن يكون الدايت تبعك دايت بالكينج، يعني انت بدك عمالك بتضخم، فهذا يعتبر دايت. ممكن انت الدايت تبعك انه هو نظام غذائي اللي ماشي عليه طول النهار، هذا هو نظام غذائي. فكلمه دايت لما احنا نحكي انه انا بدي امشي على دايت معين، مش معناها انه انا لازم احد حالي، ما تاخدوش الكلمة بمعنى نيجاتيف، قولوا الكلمة بمعنى عادي، انه هو نظام غذائي وانا ماشي عليه خلال النهار. فكل ما حاولنا انه نوصل لدايت معين، لنظام غذائي معين اني امشي عليه طول حياتي واضلني مركز فيه طول حياتي، يعني اجاني يوم اني في حد عامل كيك بامكاني اقدر اكل، اجاني يوم في عزومة بامكاني اقدر اكل، اجاني يوم حبيت اني اكل تشيبس بامكاني اقدر اكل، حبيت اكل ايس كريم بامكاني اقدر اكل، حبيت اكل سكر اللي الناس خايفه منه بامكاني اقدر اكل. ما تخافش من الاكل، الاكل نعمه من ربنا، وكل واستمتع، بس مش ما تكونش برضو بغل، ما تكونش بتفتح الدنيا وزي الجرافه ماشي زي متنص الهوفر بتسحب كل شيء قدامك. اعرف شو اللي بتاكله، اعرف التوتال اللي انا عمالي باكله هذا، هل هو زياده ولا هل هو اللي بنزم لجسمي ولا هل هو قليل، بغض النظر عن انواع الدايت اللي انت محاول انك تمشي عليها وجربتها. بالنهايه لو نزلنا عدد السعرات الحراريه، اكلنا بروتين اعلى شوي، القاعده الاساسيه لمعظم الناس خصوصا اللي بده يعمل مينتنس او حتى اللي بده ينحف، انه يكون 40% من نظامه الغذائي فيه بروتين عالي، وال 60% اللي ضلوا منقسمهم بين الكربوهيدرات والدهون، طبعا الدهون المفيدة، او اذا واحد عماله بيعمل بلك وبده يزيد وزن. يعني هاي بعطيكم معلومة سريعة، ممكن ندخل في هذا الموضوع في فيديو تاني اطول شوي،
إذا واحد عماله بيعمل بلك نعمل 40% للبروتين، 40% للكربوهيدرات، 20% للدهون. يعني هذا أنا بعطيكم اللي هو الأوتلاين لأي دايت بشكل عام. تمشي على كارنيفور دايت اللي هو هلأ نازل موطه بالسوق إن أنت تأكل بس لحوم، أوكي مشيت على هذا الموضوع، أنت وقفت الكربوهيدرات، أنت وقفت الدهون، أنت هذا بس معاهم، أنت وقفت الفايبرز، أنت وقفت فيتامينات كتير عمالها بتجيك من الخضروات، وقفت كتير أشياء. فهذا برضو كمان بنرجع للفكرة إنه مش سستينبل، أنا ما بقدر أكمل عليه طول عمري. مشيت على الفيجن دايت لفترة، سواء أنت فيجن عشانك بتحب الحيوانات ولا فيجن لأنه شفت حدا مشي على الفيجن ونحف، برضو نفس الإشي، في عندك أشياء كتير عمالك بتاخدها من اللحوم مش راح تعرف تاخدها بس من الخضرة والصويا والقصص هاي. راح أنهي الفيديو هون، إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك سبسكرايب، وإذا بدكم أي سؤال اسألوني بالكومنتس.